وفائدة الصحبة أنها تؤثر في الصاحب، للصحبة أنها تؤثر في الصاحب، فإذا لم يتأثر الصاحب بأصحابه فإما أن يكون على ضلالة أو أن يكون هو على غير الاستقامة. سبحان الله، يعني كما يقولون بالبلدي الصاحب ساحب بيسحب، والإنسان دائما بينجذب لما هو أعلى، بالضبط زي النظريات الفيزيائية لما يكون فيه هناك جسم ذات تركيز عالي وآخر ذات تركيز أقل، السوائل بتنتقل من ماذا لماذا؟ من الأعلى للأقل، ولا من الأقل للأعلى؟ من الأقل للأعلى، بتنتقل من الأقل للأعلى. فلو أن ناسا جالسهم إنسان ولم يتأثر بهم بل أثر هو فيهم، إذن هو أعلى منهم وأقوى منهم. ده مسألة موجودة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، الأصحاب بتاعته، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني لما تنظر إلى الإنسان، شيء من تقييم الإنسان أن تقيم أصحابه، من الذين يجالسون، من الذين يسيرون معه، من الذين يحبون، من الذين ينفرون من أجله ويغضبون. فإن كانوا من أهل الديانة كان هو أيضا من أهل الديانة، وإن كان غير ذلك فالأمر يحتاج إلى تأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة ألا تجد جليسا صالحا تأنس إليه. سبحان الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين الصحابة إذ ذكر فتنة آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار، يا رب سلم، فتنة آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار. قال عبد الله مسعود صاحب هذا الحديث متى ذلك يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا حتى يتعلموا، والصحابة لم يسألوا أبدا سؤال إلغاز وإعجاز، وإنما كانوا يسألون سؤال استفهام وتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أيام الهرج. إيه معنى كلمة الهرج؟ الهرج اختلاط الأمور في بعضها بحيث لا تعرف حق ولا باطل ولا ظالم ولا مظلوم ولا أبيض ولا أسود، الأمور كلها ما فيش حد عارف يميز. طيب سيترتب على هذا الهرج ماذا؟ إن الناس يصادم بعضها بعضا، يضرب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا فتسفك الدماء. الصحابي الجليل يريد أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك غلام ماذا؟ غلام ماذا؟ معلم. فبيسأل ومتى أيام الهرج يا رسول الله؟ اسمعوا الجملة الخطيرة دي، قال صلى الله عليه وسلم إذا لم يأمن الجليس جليسه لا مروءة ولا نبل ولا أخلاق. سبحان الله، خلي اتنين من المسلمين خصومة، تجد الأسرار طلعت على طول، فلان عمل وسوى وسوى وعمل، طب تجعلها خصومة نبيلة، خلاص لا تتكلم، سيبه خلاص. سبحان الله، ولذلك من صفات المنافقين أنه إذا خاصم إيه؟ فجر، أي تجاوز وتعدى الحد، لأن الفجور معناه التجاوز، الفجور معناه التجاوز.
ولهذا كان من هدي السلف أن الواحد منهم إذا أراد أن يسافر ما يقولش يا رب شوالين دولارات، يا رب يا رب أحط رجلي في أي مكان تخضر معاي، تحول لي يا رب التراب ذهب وتخلي لي الهوى تبر فضة، لا، وإنما كان الواحد منهم حريصا على الصحبة، فكان يقول اللهم ارزقني جليسا صالحا، والحديث مخرج في الصحيح، اللهم ارزقني جليسا صالحا.